يعني أيام قليلة بتفصلنا عن أعياد المعلم وأعياد الأم، إن شاء الله هيك العام وأنتوا بخير. دائما هيك بنحتار شو بدنا نقدم هدية لأمنا، لحدا بيشبه أمنا، لحدا مربينا، لمعلماتنا، فنحن بنحتار شو بدنا نجيب لهم، بس دائما نختار لهم الشيء المميز، والشيء المميز ما هو متوفر إلا عند أشخاص متميزين وبيحبوا شغلهم وايضا بيبدعوا فيه وبيتميزوا فيه من خلال مواد بسيطه ومميزه. بصرنا نرحب بامل الرواس، اكيد مصممه اعمال يدويه. صباح الخير. صباحك، شكرا لك. اهلا، يسعد صباحك امال، واهلا وسهلا فيكي. مثل ما حكينا ايام قليله بتفصلنا عن عيد الام، كل سنه وكل الامهات بالف خير اكيد. خلينا نحكي امل عن الهدايا المميزه اللي ممكن نقدمها لامهاتنا بعيد الام، ونبدا مع هاي البوكيه الحلو. شكرا. الحلو كثير والمميز اللي ممكن نهديه لامهاتنا بعيد الام، احكي لنا عنه، احكي لنا كيف خطرت ببالك الفكره، من شو مصنوع؟ اكيد بدنا ندور على هديه مميزه لعيد الام، لهيك اخترت اكيد يكون شيء فيه روائع، عطر حلو وبنفس الوقت فيه ورد، ريحته كثير حلوه. شكرا لك. ولهيك اتجهت اني ادور على الوان تكون بتناسب عيد الام وباقه حلوه، طلعت لقيت انه احسن شيء باقه ورد. اكيد باقه ورد بتجنن، كثير حلوه وريحتها كثير حلوه كمان. يعني عم نشوف مريم شغلات، أمل عم نشوف شغلات هيك مميزة وجميلة، أيضا كمان هيدا القطعة حلوة سمر، وأيضا مصنوعة من الشمع طبعا. وفستانين أبيض ولون موف، يعني كمان داعي الفكرة حلوة هيك صبية تهديها لحدا بتحبه، لأمها، لخالتها، لستها، لعمتها، قد ايه حلو. شكرا لك. احكي لنا شوي عن هيدي القطعة وكيف صممتيها وكيف خطرت على بالك. لقيت انه كثير حلو اللبس والثياب لاي سيدة، لهيك اتجهت ادور على قالب يكون فيه خص اللبس حلو. خاصة لعيد الام. اكيد. هلا خلينا ننتقل اي لاف مام، نحكي على مسبحة حتى طبعا. بقلبها هي كمان من الصابون. شو هي نوعية الصابون؟ شو هي الريحة اللي عم تطلع من هالمسبحة الحلوة؟ هلا حتى فيها عطر الليلك، وهو يعني كله طبيعي، صابون طبيعي وصحي. تمام. اجت الفكرة اني ادمج بين مو بس الصابون، وادمج اشياء تانية ممكن نحطهم ليعطوا لمسة. اكيد في لمسه كثير حلوه لك، بصمه كثير خاصه ومميزه. امل قديش اخذت منك وقت مثلا هي المسبحه؟ خليني طالعه قد ايه اخذت منك وقت، وشو خطر لك مسبحه؟ هل عيد الام ولا رمضان انه قرب؟ الاثنين سوا. ربيت عصفورين كثير حلوه عن جد، مثل ما قالت سمر مميزة وحلوة. وأيضا لك سمر، الأمهات دائما بيحبوا ديكورات البيت ودائما بيحبوا يبدلوا بديكورات البيت، شي بتشيل الشرشف تبع الكنباية وبتحط واحد جديد، بتخترع شغلات، فهي كمان ممكن مخدة. نضيف أي اسم عليها، فينا نحط أي. عليها يعني اسم. كمان عن جد القطعة مميزة كتير وهيك جميلة ومخدة، يعني بتحبها الأم، يعني شو بتحب غير الأم غير الطناجر والمخدات، وهي كمان مخدة كتير حلوة وأيضا مصممة طريقة مميزة. يعني يمكن هالإضافة ضفت بين الشغل الهاند ميد والصوف، هذا اللي نحكي عنه، قد ايه كمان ممكن اعطاها هيك تميز بتختلف عن باقي المخدات، مو مثل غير المخدات. قديش عم تلاقي الاقبال سواء على الصابون ولا على المخدات ولا على الاشياء اللي عم تعمليها؟ هلا في عنا مثل ما قالت سالي عنا عيد المعلم، هلا في عنا كمان عيد الام. طبعا. شو اكثر القطع المطلوبة، هل هو الصابون ولا الكروشيه؟ خلينا نحكي عن هي الكروشيه والكابات. تمام. للعيد الام كانت كثير مطلوبه بالشتاء، بس هلا حاليا صار الاقبال اكثر للصابون، لانه قطع ممكن تنهدى صيف وشتاء وعليها اقبال اكثر. تمام. هلا ممكن مثلا تيجي لعندك وحده تقول انا بدي اهدي مثلا لخمس معلمات بصف ابني. طبعا. بدي لكل حدا مثلا فكره، خلال قد ايه وقت ممكن تنفذي له هي القطعه؟ وهل هي ممكن تشارك باختيار الالوان واختيار الروائح؟ يعني اي شيء ممكن تختاره ممكن تنفذي له اياه الفكره؟ اذا عدد القطع ما كثير كبير ممكن يومين، اكثر عدد القطع بياخذ ايام اكثر، ممكن تختار اللون والعطر اللي بدها اياه، ممكن تختار الفكره وننفذ لها اياها، يعني فيها عندها مجالات كثير واسعة أن تختار فيهم. حلو كثير.
ايضا خلينا نحكي عن الاسعار، بما انه نحن هلا يعني بوضع كثير صعب والاسعار كثير غاليه، وعن جد مثل ما قلتي انه اكثر من معلمه، يعني بيجي الطالب بيقول لامه عندي شيء ست معلمات والسته بدك تجيبي لهم، والوضع يعني بنعرف انه هو صعب شوي. يعني ممكن قطع مميزه هيك يكون سعرها مقبول؟ تمام، يعني تمام. عندي اسعار بتتراوح من القليل للكثير حسب القطع، شو عندي شغل وتعب عن جد دائما هي بقيمتها المعنويه. تمام، بس يعني المميز بس في قطع ممكن انه تكون سعرها بيقدروا الكل يشتريها، يعني لولا كذا قطعه هي هيك بدنا نقول لهم انه حمس. عندك صفحه على الفيسبوك؟ تمام، بيت الفن للاعمال اليدويه ارت هاوس. بيت الفن اكيد عملوا له اعجاب وشوفوا القطع اللي موجوده عند امل وممكن تكون باسعار مناسبه. اكيد شوفي سالي هي الصابونه قد ايه حلوه، هي معبرة هي الام تكون كثير الام مع البيبي، فكتير كثير كفكره كمان حلوه وما لها مطروحه كصابونه تلاقي الام مع البيبي. كيف خطرت ببالك كمان هي الفكره امل؟ كثير بحاول دائما اني ادور على قوالب متميزه ما يكون في منها كثير قطع، ما يكون كثير شاغلينها، بضل ادور اي شيء ما له معمول مثل قبل، مثل صابونه مامي وار ماي سوبر هيرو كثير جديده ما شفت منها. لهيك هي مامي وار ماي سوبر هيرو كثير جديده، مشان هيك حاولت دائما اكون انه عندي قطع مميزه، تلاقوا عندي بالصفحه في شيء جديد ومو مكرر، افكار حلوه اكيد. وحتى جمال يعني ممكن اي شخص يخطر بباله اي فكره اي جمله اي شيء فورا انت بتنفذي له اياه لحالك امل بتشتغلي؟ ايه تمام لحالي، ممكن ماما بتساعدني. تمام، طيب بنوجه تحيه لماميتك، شو بتقولي لها بشو بتساعدك هي؟ ممكن تدمجوا فكرتك مع فكرتها مع بعض؟ دائما اكيد دائما بتساعدني، وخاصه هلا بمناسبه عيد الام بحب عايدها، وهي بتساعدني اني اختار الالوان مع بعضهم وافكار جديده، بتضل بتدور لي بتقول لي شفت لك فكره جديده تعي شو فيها، وبتضل بتساعدني ننفذها. يعني هيدي الفكره ايضا حلوه اللي بشوفها هي مرايه، يعني تمام. ممكن الام او اي حدا يتمرى فيها، ممكن تشوف حمرتها مثلا، مع انه بتنسى الام تشوف حمرتها بتضل بالمطبخ اغلب اوقاتها هي عن جد، فهي بس انه عن جد حلوه ومهضومه. شكرا. يعني انت اخترتي جمعتي شغلات بشغله، تمام. جمعتي كتابه بتعبر عن شيء جواتك، المرايه اللي هي ممكن تستفيد منها، وايضا هون في الصابون الصابونه، يعني ثلاثه بواحد ممكن نعملها نحن كمان، كثير حلوه عن جد. قديش هيدي الفكره حلوه ومطلوبه، يعني عم ينطلب منك هيك قصص؟ طبعا صح، وخاصه انه فيهم يكتبوا اي شيء بدهم، يعني ممكن الاسم يتنفذ وعم رايه تمام، وممكن يتغير لون المرايه حسب الدنيا. هنا. طيب امل اذا بدي اقول لك انت شو ممكن تنصحي؟ مثلا انا اجيت لعندك، كثير من الاشخاص بيجوا محتارين بيقولوا لك انت ساعدينا، انو اميز هديه، انو الاحلى هديه انت برايك؟ هلا اذا انت حتاخذي لماميتك شو ممكن تاخذي؟ بحاول اخذ افكار بس قليله انه شو المناسبه وشو معزه الشخص، ممكن على اساس معزه امك شو هي حتكون؟ شو ممكن تهديها من هدول؟ والله شو ما هديتها قليل، بس باقه الورد اكيد بتنصح فيها. يعني بتنصحي انت بباقه الورد لكل الاشخاص اللي حابين يهدوا امهاتهم؟ لانها مميزه يعني هي باقه الورد حلوه للام. تمام، فيها شغل؟ تمام، فيها شغل يعني. هلا هدول ممكن يعملون استخدام، يعني استخدام ممكن يغسلوا فيهم، ممكن يحطوهم مثلا بمكان مشان تطلع الريحه حلوه، ممكن يحطوهم بخزانه، ممكن يحطوهم باي مكان، يعني لا يقدروا يستفيدوا منهم بقدر واسع اكيد. ما انه بنشوف ايضا شغلات لونها زهر، يعني ممكن هلا نحن خلصنا عيد الام، ممكن مثلا اذا حدا بده يستقبل مولوده الجديد ايضا تعملي له هيك شغلات شمع مميز ايضا بالوان مميزه، كمان في عندك هالقصص ممكن تعمليها تجهيز مثلا عروس، طاوله عروس بحاجه لايضا شمع، دائما بهن بدخلوا مع الشوكولا شمع وهالمناظر الحلوه، فانت بتعملي هيك اشياء؟ تمام، لكل المناسبات، ممكن لرمضان، ممكن للولادات. شو محضره لرمضان؟ في المسابح وفي اشياء كثير لسه محضرتها لرمضان. ما رح تحكي عنها هلا ما مفاجأة. حلو كثير. ممكن نلف بكافة المناسبات، حتى مثل ما ذكرتي الأعراس، مرة جتني طلبية بدهن عدد قطع لفستان عروس مشان يتقدم كمان لكل المعازيم مثل الذكرى. تمام، حلو كتير. تمام،
خلينا نحكي أمل، شو الموضة ب 2021 برأيك؟ أكيد للصابون كألوان كقصص، للكروشيه، لأي شيء، يعني موضة 2021 شو هي؟ على شو عم بيتم الإقبال كمان؟ هالسنة متجهين أكثر للألوان الفاتحة يلي فيها أصفر وألوان يعني مميزة واضحة، وكمان بيختلف الألوان حسب كل فصل، الشتاء غير فصل الصيف والربيع. طيب قديش ممكن الصابونة تبقى ريحتها فايحه مثلا بالبيت؟ احيانا بيقولوا لك والله انا اخذت هاي الصابونه ثاني يوم خلص بلشت تروح ريحتها، الثالث خلص صارت الصابونه لانه ما فينا نستخدمها، عرفتي؟ يعني قديش انت صابون عندك بيبقى، يعني شو هي المواد المستخدمه اللي حتبقى الصابونه هيك ريحتها فواحه ل يعني وقت طويل؟ تمام، بحاول دائما استخدم مواد ثابته تقدر تخليها وبنفس الوقت طبيعيه، مثل رواح الليمون وعطر الليلك، حاول اخليهم دائما يكون لهم مدى انه تضل اكثر فتره، بحاول اعمل لهم تغليفه تضل تخلي الصابونه تحتفظ برائحتها وحجمها الطبيعي لاطول فتره ممكنه. تمام. يعني لفتني ايضا الشكل الفراشه اللي هو من مرايه، طبعا هدول بيكونوا جاهزين تجيبيهم جاهزين؟ لا بصممهم انا وببعت التصميم وبفصلهم مثل ما انا بدي، حتى مكتوب عليها مم، مكتوب عليها. تمام، يعني هيدا تفصيلك. تمام، هي رسمك عن جد مميزه الفراشه معنا، مثل اللي مثلا بتبين الرسم سبحان الله عن القوالب المطبوعه، اي شيء رسم ببين، فجدا مميزه. خلينا نحن ناخذها على الكاميرا لنقدر نحن نشوف شكل الفراشه. ايضا فيكم تعملوا الشكل اللي بدكم اياه، ممكن نحله ما؟ تمام، شو مو بدك؟ بس فراشه نحله. اكيد امل انت بتدلي على ابداع البنت او الصبيه السوريه، قديش حلو هالفكره، انت فتي فيها هي كهوايه، شو اللي تطور بامل سواء بشخصيتك ولا سواء بشغلك من لما بلشتي لحد اليوم؟ طبعا تطورت شخصيتي كثير، صرت منطلقه اكثر اني احاول ادور اكثر على وسائل ثانيه، ادوات ثانيه، ممكن ادور على سوق يدلني على اشياء احسن من هيك، احسن من قبل، حتى صار انا عندي علاقات واجتماعات اكثر مع أكيد. اشخاص ثانيين، وصار عندي اصدقاء وقت ما يوصوني نصير صحبه، يعني كثير بتتغير شخصيه الشخص. يعني ممكن مثل ما قلتي الشغل او العمل للبنت بيثقل شخصيتها وبصير عندها مثل ما قلتي، يعني مع هالاعمال المميزه عن جد بدنا نتشكرك، نتشكر وجودك معنا، بيضيف دائما للصباح هيك شيء مميز مثل هالقطع المميزه، بدنا نتشكر وجودك معنا وموفقه، وان شاء الله هلا كلهم هيك يكونوا وصلتهم الفكره والصفحه ليقدروا يتواصلوا معك. تسلمي، شكرا لك. اكيد شكرا لك، شكرا لتصاميمك الرائعه وعن جد والروائح الحلوه اللي انتشرت هون عنا بالاستديو، اكيد بنشوفك بحلقات قادمه، كل سنة وماميتك وكل الأمهات السورية بألف خير، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة. تسلم.